ما يمكن أن يحدث من تطورات متسارعة هاليومين. الرئيس نبيه بري منه مع هالتوجه، بس مساير هالتوجه. إذا هو بده يعارض هذا التوجه بدها تكون نهايته. اليوم للأسف مع الدكتور سمير جعجع، إذا أنت ما معك بطاقة وما لك قوات يعني أنت مستقل، أنت ما بتسوى، ما بده يتحور مع حدا. المستقلين ما لا طعمة، يا بتكون قوات يا أنت ما لك. هذا اللي عم بيفاوض باسم المسيحيين هو الوزير جبران بسي، ديديس وغنانة ومعيد وحفلات وعشوات وعد عساتك وهزت مدفعنا. فعلا خرجوا يكون زعيم كشافة، كزعيم كشافة ينجح وشعارات ونحن فينا ونحن بدنا ونحن. فرجيني دولة انت عم تزورها يا سمير جعجع لتروح تجيب لنا حقوقنا. ممنوع ركب كاميرات بمناطق تواجد حزب الله، فاين ركب كاميرات عندي، بعمل انا شرطة لألي ضمن البلدية، مجالس خاصة شوي شوي. أهلا وسهلا فيك سيد إلي مرة جديدة عبر لبنان أون. طبعاً البداية من بيانات الدول الخليجية اللي طلعت فاجأت البعض بتوقيتها إذا بدك يعني خلف وراء هذه البيانات، شو عندك طيب عنها؟ شوف هو بالحقيقة الواحد لما بده يقرأ الموقف اللي أخذته دول مجلس التعاون الخليجي ما في يعزله عن التطورات المتسارعة اللي عم تصير بالمنطقة، ما بده يخطو بس بحجمه المايكرو، بده يروح على الماكرو. لأنه اليوم اللي عم نشوف تطورات متسارعة، أنا عم بقول كل يوم بيومه بتغيير جذري بالمزاج الأمريكي، من الانسحاب من مشاكل الشرق الأوسط والمواجهة مع إذا بدنا نسميه المخيم الروسي أو الراشن كامب، إلى إعادة النظر وإعادة التموضع وإعادة المواجهة مع الروس في منطقة الشرق الأوسط وإقحامها من ضمن المناطق التي تشهد توترات، إن كان بأوروبا أوكرانيا روسيا، إن كان بالسودان، إن كان بالنيجر أمس شهدنا انقلاب. اليوم الأمريكان عم يرجعوا يقووا وتعزيزات عسكرية بالفرقة الجبلية، الفرقة العاشرة بالحدود سوريا الشمالية، عم تاخد العراق سوريا. طبعا لبنان ما فيكون هو بمعزل عن هذا خط المواجهة، والتصريحات الإسرائيلية مؤخرا وعملية ضيعة الغجر وما حدث في عين الحلوة. دول مجلس التعاون الخليجي، أجهزة المخابرات بتأتيها تقارير من عدة دول صديقة وعدة دول أخرى، وبتعمل تقاطع مع تلك الوضع. وارتأيت أنه اليوم تبيب السيف سايد، انه خلي يكون درهم وقاية خير من قنطار علاج، نحن يا جماعة عندنا اوريدي حظر ومانع و و و وطبعا نمي الى السفارات، من هناك العديد من الخليجيين اللي لم يلتزموا بالقرار وحبوا يجوا على لبنان، قال لك خليني اعمل هذا البيان لعل ولعسى وتحسبا كيف بدها تقول اليه الامور، خاصة انه لبنان الساحة الاكثر عرضة اليوم لاي خروقات امنية نظراً لعدم وجود قوى سياسية تحمي القوى الأمنية بأي قرار بدها تاخذها. اليوم قائد الجيش العماج زفعون اللي يعطي ألف عافية، وكل عنصر بالجيش وقوى الأمن اللبناني يعطيهم ألف عافية رغم شح الموارد المالية ورغم تدني رواتبهم المالية ورغم كل المآسي، بعدهم عم يقوموا بواجباتهم وعم يضحوا بأرواحهم ليحافظوا على قدر معين من الأمن. ولكن هذا بحاجة إلى غطاء سياسي عندما تخرج الأمور عن نطاق الطبيعي بتواجده العسكري للجيش أو للقوى الأمنية، ويصبح هناك قرار بالمواجهة لمنع أي اعتداء أو حدوث أي خرق، بدك قوى سياسية وهذه منها موجودة. هذا أحد الأسباب اللي بيخوف الدول الغربية والدول الخليجية، وبيعتبر أنه لبنان ما في سقف سياسي حامي. أغلب التحليلات ربطت هذه البيانات باللي عم يصير بعين الحلوة بوقت يلي لو شفناها، يعني مناطق الاشتباكات او مناطق النزاع وغيرها، يعني شفناها بالبيانات هيدي العباره ما صدرت لما كانت الاشتباكات، يعني لما صار الهدوء بعين الحلوه طلعت هيدي البيانات شكلت علامه استفهام معينه. ما في شك اللي حصل بعين الحلوه هو تطور او حدث من الاحداث اللي عم بتصير والتطورات بالمنطقه، ما فينا ان نعزلها عن موقف الاسرائيلي بضيعه الغجر، المواقف المتشدده الاسرائيليه والتهديدات المتبادله، عن ما يحدث بسوريا. الملفت بعين الحلوة أنه وكأنه هناك محاولة لتغيير موازين القوى وسحب قرار المخيمات الفلسطينية الموجودة بلبنان من قيادة فتح أو حماس، ووضعها بالقرار بقيادات أخرى عم يتم العمل عليها ضمن هلأ الموازين القوى على الأرض. هلأ بفترة الهدنة بالمحاولات اللي عم بتصير بتبين إذا فعلا تم الالتزام فيها وتم تسليم الذين قاموا باغتيال
اللواء مع مرافقينه which أنا يعني عندي شك أنه يكون في تسليم لأنه هيدي من ضمن مخطط واستراتيجية ما انعملت لتوصل لوفائه وعفى الله عن ما مضى وسلمني القتيل. بس بالسياسة بدو يدل الواحد على كل الاحتمالات، بننطر هذا التطور لنشوف إذا تم تسليمه فعلا والعمل بالهدنة بتكون المؤامرة أو بيكون حدث عادي تم وقده. إذا لم يتم هذا الشيء بخلال هالعشر أيام واستعادت وإعادة المعارك استعرت المعارك عن جديد، بتكون مكفيين بالمخطط لتغيير موازين القوى بالمخيمات للتأثير على وراء معينة بالصراع الإيراني الروسي الصيني بمواجهة المخيم الأمريكي وحلفائه. هيدي القراءة لما هو خلف بيانات الدول الخليجية، صعب انه توصل لاشخاص مثل نبيه بري ووليد جملاط تيطلع يقولوا امبارح ما بنعرف شو السبب بهيدي البيانات. ايه اكيد صعب، انت يعني ما تتكل كتير انه القوى السياسية عندك قراءات، نحن قابضينهم جد بس للأسف ايدائهم على المستوى الدولي، ايدائهم من بعد انتهاء الحرب الاهلية لليوم ما كان في لا ايداء رجال دولة ولا ايداء بناء دولة ولا إيداء قراءات سليمة على جميع الخطط لإعادة لبنان ودور لبنان بالعلاقات الخارجية. كان كلها قراءات ضيقة تنم عن جهل، تنم عن عدم معرفة، تنم عن عدم خبرة، ونحن مش متفاجئين لأنه جبنا زعران قتلين قتلة زعماء ميليشيات حشاشين سلمناهم الدولة وبدنا نتوقع أنه يعطونا غير نتيجة. وللأسف الناس لمصالحها بعدها ماشي معهم، لأنه اليوم إذا أنت بتقرأ بالمشهد السياسي ما حدا ماشي مع التاني عن قناعة أو عن مبدأ لتحسين البلد، ماشيين عن مصالح مشترك. إذا بدنا ناخد اليوم الصراع في لبنان أو الخلاف أو التموضع في لبنان اللي هو حيكون جزء من الصراع الروسي الأمريكي في عناوينه العريضة، لأنه حتى الفرنسي تراجع دوره اليوم وانكفأ إلى لأنه رجع الأمريكاني هو أخذ الصدارة. عندك فريق سياسي بيقول أنا إيراني، تمويلي إيراني، أنا زراع إيران في المنطقة، أنا بنفذ سياسات إيران بلبنان مع إسرائيل مع سوريا مع اليمن ضد الخليج ضد كبير بمعزل عن مصالح لبنان واللبنانيين، وعلناً بجاهر تمويلي إيراني كل شيء إيراني. هذا مكون سياسي واحد، حزب واحد مقابله الأحزاب الثانية ما حدا معه بهذا بالمبالي. حركة أمل منه مع هالتوجه والرئيس نبيه بري منه مع هالتوجه، بس مساير هالتوجه وبيساير هذا الحزب ليضل رئيس مجلس وليضل يحافظ على ما عنده من قوة ووجود سياسي، لأنه إذا هو بده يعارض هذا التوجه بدها تكون نهايته السياسية ونهايته رئيسة المجلس ونهاية بيقول لك أنا من بعد حماري ما يبغى خليني رئيس مجلس وساير هذا الحزب. تمام؟ إذا رحنا على الفريق الدرزي منشوف كمان أنه الفريق الدرزي منه مع هذا المعطى بس بيسيره مخافة على لأسباب عدة. فريق السني قال لك أنا ما بدي حرب أهلي، ما بدي واجهه، صارت مواجهة سبع أيار، أنا سعد الحريري ما بدي أعمل دم، بدي سيره لهذا الخيار. صح؟ الفريق المسيحي، فريق المسيحي لما رجع عماد ميشيل عون من فرنسا بال 2005 كان راجع هو 14 أدار، كان هو صاحب قرار ال 1559 وهو عمل مقابلة كان قبل ما يجي على التلفزيون جزيرة عم ينتقد حزب الله بالاسم وسماه وأدانه وقال هذا إرهاب. لما رجع شاف أنه نعمل حلف رباعي بالانتخابات بانتهاء المستقبل والاشتراكي وحركة أمل وحزب الله وطلعوا برا، قال لك لا أنا بدي أعمل مصلحتي، أنا إذا بدي أعمل مصلحتي وامشي برئيس الجمهورية بدي امشي مع حزب الله على مصلحة. عمل اتفاق مع رمخاي، أعطاه الميثاقية الوطنية لحزب الله لأنه كان الدرزي ضده بال 2005 والسني ضده وكله ضده، إجا المسيحي فريق المسيحيين كان يعتبر قوي مشي معه، عمل له ميثاقية طائفية وطنية كان بحاجة لها حزب الله لمصلحة أنه يعمل رئيس جمهورية، مش قناعة بإيران ولا قناعة بما يدعي من مقاومة باليمن وبسوريا و لنقول أنه في قناعة بمقاومته لإسرائيل اللي ما بيختلف عليها لبنان، بس نحن مشكلتنا مع حزب الله مش بمقاومته لإسرائيل اللي كلنا بنوقف فيها معه وكل الدول العربية بتوقف فيها معه، هي اللي تدخله بسوريا وباليمن اللي زعزعت أمن دول الخليج وتأثير السلبي على علاقة لبنان مع دول الخليج. تيجي عند القوات اللي هي فعلا جهارا ما سيرت حزب الله وضده بالعلن بس شاركت بالحكومات المتعاقبة مع حزب الله، فوضته بمجلس النواب
فوضته بمجلس الوزراء، ولم تسعى القوات اللبنانية كفريق معارض من أقوى الفرق المعارضة أن تلم شمل للقوى المعارضة الأخرى ضمن حوار وطني لفرق المعارضة. أنا ما بدي حوار مع حزب الله، مظبوط، شو بدك تحاور تقوله لحزب الله؟ ما عملنا حوار ولقاء بعبده، بيقول لك أنا سلاحي إيراني واستراتيجيتي إيراني، بحاورك على كل شيء بدك إياه من جيبتك، بس أنا من عندي ما بدي أعطيك شيء، تمام. لكن المطلوب كان إنه أحد أفرقاء المعارضة إنه يعمل جبهة لبنانية، جبهة كذا، أن يتعانوا على المصالح الخاصة ويعملوا جبهة معارضة واحدة للمشروع الإيراني. أنا ما بدي عارض اللبناني الشيعي اللي هو جاري، أنا بدي عارض المشروع الإيراني في لبنان. أنا هذا اللبناني الشيعي بدي يكون جاري، بدي يكون حبيبي، مثل من بعد ما انتهت الحرب الأهلية رجعت صحبي أنا والدرزي وأنا والسني كاماروني اللي كنت عم بتحارب أنا وياه على مشروع، بس رجع بالآخر لبناني مثلي مثله، بدي عيش أنا وياه بنفس البلد. لما اثنيناتنا عملنا تسوية وكل واحد منا تنازل عن السقف العالي تبعه بمشروعه بين الحرب، صار في تسوية. اليوم المطلوب من جمهور حزب الله انه يتنازل شوي عن انه انا بدي اتدخل بسوريا وباليمن وبدي زعزع الخليج وبدي خلي لبنان دائما ساحة مفتوحة لمصالح ايران. انا لما حزب الله يعمل ساحة مفتوحة لمصالح لبنان كلنا ما، بمواجهة اسرائيل كلنا ما، بس بدنا نشوف اين هي مصلحة لبنان. سو هذا هو الواقع اللي شافته الدول، وشافت انه لبنان لقوى المعارضة قادرة توحد صفوفها بمواجهة حزب واحد وحيد اسمه حزب الله. هو شو هو؟ مش هو القوي، المعارضة اللي حواليه ضعاف، لأنه هذا بده يعارضه لأنه بده يدار رئيس مجلس النواب بده يسيره، هذا عامل رئيس جمهورية بده يسيره، هذا ما بدوش يحكي مع، يعني بدوش، مش قادر يعمل حوار يجمع كل قوى المعارضة لحتى يتفقوا على مرشح. ليه؟ لأنه فيه أو أنا أو أنا أو لا أحد. يعني اليوم للأسف مع الدكتور سمير جعجع، إذا أنت ما معك بطاقة أو منك قوات يعني أنت مستقل، أنت ما بتسوى، ما بيحكي معك. يعني أوكي حقه، في يمارس هذا الشيء بحزبه اللي هو بالاسم اسمه حزب القوات اللبنانية، بس هو ما بيشبه شيء بالقوات اللبنانية. القوات اللبنانية لما تم إنشائها أنشئت بجمع كل الأحزاب اللبنانية اللي كانت أنذاك، التنظيم الأحرار حراس الأرز تحت لواء القوات اللبنانية والكتائب لمواجهة المشروع الفلسطيني آنذاك والاحتلال السوري وكل ما كان يعرض لبنان. هذا هدف القوات اللبنانية، جمع قوى المعارضة على مشروع. وتعالى كمين شمعون الله يرحمه الرئيس كمين شمعون عن جرحه الخاص لما صارت قصة 7 تموز بين الكتائب والأحرار لتوحيد البندقية، واجتمع بالجمهة اللبنانية هو بيير جميل وبشير جميل الله يرحمه اللي كان هو إذا بدك أخذ قرار توحيد البندقية على حساب ابنه داني. ليه؟ لأنه في مصلحة وطنية مسيحية عامة، ونجحت الجبهة اللبنانية ونجحت آنذاك القوات اللبنانية أن تكون قوة جامعة لمواجهة المشروع الفلسطيني والسوري، صح؟ نعم. اليوم الإنعزالية بقائد القوات، حزب القوات اللبنانية، لأنه ما بتشبه القوات اللبنانية تبع القضية، اليوم صارت حزب بطاقة حزبية مش قضية لبنانية، ما بده يتحاور مع حدا، المستقلين ما لا طعمة، يا بتكون قوات يا أنت ما لك هذا، ما لك رأي، ما لك، وأنا لحالي. طيب مين عم يحكي معه اليوم؟ حتى بالمكرو بالإعلام اللي عم بيفاوض باسم المسيحيين هو الوزير جبران باسيل، القوى السياسية عم بتفاوض جبران باسيل، مع أنه اليوم الأقوى قوة نيابية هو القوات اللبنانية، دكتور سمير جعجع كتلة القوات اللبنانية، وأقوى انتخابات الجمهور المسيحي اليوم عطى القوات اللبنانية، ما عطى التيار الوطني الحر. طيب شو عم تعمل القوات بهيدي الوزنات اللي عطتها إياها الناس؟ ما هو قال عطوني وشوفوا أنا شو بعمل؟ طيب عطيني، عطته الناس، أنا ما عطيته، عطته الناس، شو عمل فيهم؟ ديديس وغناني ومعيد وحفلات وعشوات وعد عساتك وهزت مدفنا وتنظيم وقداس إلهي، يعني فعلا خرجوا يكون زعيم كشافة، كزعيم كشافة بينجح بالتنظيم ما في منه. نرجع على هالقصة، بالحقيقة يا أستاذ جيج معنا بس شو رأيك بالنظام؟ ها هي قوى المعارضة، وهذا سبب نجاح حزب الله بفرض إيقاع تدخل الإيراني في لبنان. خلينا نكون واقعين وصريحين، وفصلت أنا مع أنه كل القوى اللي مش مع حزب الله هي ضده، يعني ما في حدا معه بهذا المشروع، بس كلهم عم يسيروا لغاية في نفسي يعني. تلام دايما أستاذ إلي بكلامك أو برؤيتك لطريقة عمل القوات اللبنانية اليوم، مشوفة على السوشيال ميديا تحديدا
خصوصا بعض المقابلات يعني اللي بتجري عنا والتصريحات اللي بتقولون من المحبة، لأني أنا ابن القوات اللبنانية، أنا راح شهداء بالقوات اللبنانية، أنا منصاب مع القوات اللبنانية، أنا مقاتل بالقوات اللبنانية، أنا فت بالقوات اللبنانية كان عمري 14 سنة، كنا بالكتائب سنة 75، لأنه الفلسطيني قتل لي ابن خالتي واغتصب لي بنت خالتي، أنا متضرر من الحرب ومصاب وراح شهداء. أنا في ميت معي شاب عمره 14 سنة بول معلوف، أنا دافنه بمعركة عين التفاح، لأنه أنا بعتبر العتاب عد المحبة، لأنه أنا ابن القوات اللبنانية، أنا نوي ما أكون ابن، أنا القوات اللبنانية بالدم، عاطي دم لشهداء لناس منصابين في 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 مقاتلين أيام هذه المرحلة بيسموه رفاق السلاح. ما بننسى إنه نحن قتلنا قضية، نحن لا سرقنا بالحرب ولا اختلينا بالحرب، فتنا إيمانا بقضية وقتلنا بشرف وانصبنا بشرف وانسحبنا بشرف وخسرنا بشرف. اليوم أنا عتبي على القوات اللبنانية لأنه بعتب العتاب على قد المحبة، إنه أنت يا سمير جعجع برافو أخذت اسم القوات اللبنانية وكفيت فيها كقضية، مش تعمل ليها حزب وكشفية وقداس وتأهب ومكانك وبعدين ورز دبيف وشعارات ونحن فينا ونحن بدنا ونحن، أنت أقوى أقوى زعيم. أنا أيام بشير الجميل دولنا القضية اللبنانية، دولنا القضية المسيحية، فرجيني دولة أنت عم تزورها يا سمير جعجع لتروح تجيب لنا حقوقنا، فرجي تكتفي بلقاء سفير؟ ما هذا عتب يا خي، أنا وياك بشوف سفير خير إن شاء الله، بعمل منا قضية إني شفت سفير. لا عم تصغر حجمك، أنت كبير 19 نائب غالبية مسيحية، أنا عم أعترف لك فيها رغم انتقادي لإدائك بكيف عم تدير هالوزنات اللي عم تعطيك إياها الناس، ما أنا بحاجتك، أنا بديك تكون قوي، أنا بديك تطلع تبرم العالم، بديك تكون عندك علاقات مش بس مع السعودية، وانطر السعودية إذا بترضى علي ولا لا، روح طلع على أوروبا برلمان أوروبي، أنا بخلي البرلمان الأوروبي يقطع هيك قرار بتثبيت دور لبنان ما بدي أقول مكب ديبو للاجئين والنازحين، واطلع برر قرار الاتحاد الأوروبي، برر للناس إنه لا ما تفهموا غلط. وين السيادة؟ أنا في مخيمات عم تتقاتل فيها فصائل، أنا أقوى قوة على الأرض مسيحية، وين السيادة؟ شو عم بعمل؟ عم بصرح على تويتر مثل ما بصرح أنا؟ اليوم شو بتعمل القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع؟ بيعمل بيان، بيطلع مقابلة، مؤتمر صحافي، وتويتر مثل ما بيعمل إلي رزق وبيعمل حي الله محلل سياسي، ما عندي القوة التجيرية وما عندي النواب اللي عنده إياها. لا ما فيك تعمل هيك، مسؤولية عليك لما الناس عطتك 19 نائب وعطتك أكبر كتلة مسيحية إنك تنجح حيث فشل الآخرون، مش نحن أصحاب شعار حيث لا يجرؤ الآخرون، أنا بدي أنجح حيث فشل الآخرون. بيقول لك طيب ما التيار الوطني الحر شو عمل بجزين أو شو عمل؟ عال أنا ما بدي أكون مثله، ما أنا بدي فرجي تجربة أخرى، صار عندي نيبان بجزين بعدهم مش مصدقين عني النواب من قداس لقداس ومن دعساتك لدعساتك وعلى وهزة ما دفعنا لخي عمل شيء للمنطقة. انت حزب اليوم عندك فلوس، عندك مال، عندك قدرة، عندك نواب، عندك جمهور، عندك اللي بدك ايه، شو قادر شو عملت لهلا بالضياع؟ خيب البلديات اللي فيها قوات عملوا فيها شيء نموذجي ايام الحرب، عملنا مناطق شرقية كقوات لبنانية بالامن بالنظافة بالسياحة بالانفتاح بالاقتصاد، كانت المنطقة الشرقية منطقة بينحن حسد عليها من 78 ل 82 لاستشهد الرئيس بشير الجميل، بعدين نصبت أنا وفليت على الخليج ما عايشت الانتفاضات، بس عيننا كانت منطقة شرقية موناكو مونتي كارلو الشرق. طيب أنت يا قوات لبنانية بالبلديات اللي عندك إياها بالنقابات والجمعيات اللي عندك إياها ما قدرت تنظف طرقاتك من الزبالة، ما قدرت تلاقي حلول للزبالة بمناطقنا لنعطي مناطق نموذجية مثل ما عامل بشوف حزب الاشتراك وليد باك جملات بشوف، تطلع بتلاقي مناطق نموذجية نظيفة عاملين لحانهم مثل يعني أمن ذاتي أو عرف يا أخي، خلينا نعمل هيك بمناطقنا اللي فيها قوة لبنانية، مش ما نقول ما خلونا وخلونا وفينا وبدنا وما بنقدر. مع مني تجربة حسسني إنه هالتجير اللي عم بعطيك إياه مش بس تظهره بقداس الشهداء تأهب مكانك وهزت مدافعنا وقداس وتنظيم رائع بالكشافة ما في أحسن منه، طيب وين المضمون؟ هذا العتب تبعنا. اليوم في قضية مسيحية أستاذ علي؟ في قضية لبنانية، قضية لبنانية
يجمع عليها السني والدرزي والشيعي والمسيحي. لم تعد القصة مثل المسيحي في لبنان، صارت القصة أي صورة للبنان، في سني ودرزي ومسيحي مؤمن أنه لبنان بلد الحوار والتعايش، وهذه الذهنية أرساها الله يرحمه رفيق الحريري بالتعاطي بالسياسي، وابنه سعد كفى فيها برافو عليه، كان عنده بتيار المستقبل من كل الطوائف من كل المذاهب، ما كان مذهبي وطائفي. هلا شو الممارسة الأخرى دفع ثمنها الزلمة، ونحن مش بي بس بدنا نعطي حقه لكل واحد، انه التيار العابر كان للمناطق وللطوائف للمذاهب كان رفيق الحريري والله يرحمه تيار المستقبل. سو الدرزي معك صار بأي لبنان نريد، والسني معك ونص الشيعة معك والمسيحية معك، ما حدا بدهم لبنان يكون ملجأ للنازحين، ما بدنا نقول مكب، بس أنا هو مكب للنازحين واللاجئين، ما بدنا لبنان يكون دوره إرهابي ويصدر إرهاب، بدنا لبنان لأفضل علاقات مع دول الخليج دول العالم، لبنان بيصدر ثقافة بيصدر برين بيصدر عقول بيصدر كل مداخلات اللبنانية والاختراب بالخليج وبدول العالم، هي إذا بدك بتعطي تدخل إيجابي يعني positive impact، تأثير إيجابي على المجتمعات المتواجدة فيها، مش جالية إرهابية أو جالية تعمل مشاكل مثل الجاليات العربية الأخرى بأوروبا، جالية اللبنانية من أرتب الجاليات وين ما تواجدت بالعالم. بقى نحن هذه الصورة اللي بدنا ندافع عنها، هذا الدور، لأنه لبنان اليوم خسر دوره، لم يعد مصرف الشرق، لم يعد جامعة الشرق، لم يعد مستشفى الشرق، لم يعد سياحة الشرق، كله صار السعودية والإمارات بتعمل لك تلج وسكي وبدك إيه، وبيضرب مدفع بشتي وما بتشتي وتغيير مناخي. عن أي دور يوم عن أي دور بيبحث لبنان؟ مكرب للاجئين والنازحين. المفروض شو يكون؟ سويسرا الشرق لو عندك قوة سياسية فهماني وناضجي وأنضج من مصالحها الخاصة، لأنه اليوم كل الشعارات اللي أطلقوها كل الأحزاب كلهم يعني كلهم بالشعار يا لطيف، تنزل على المضمون بتلاقي مصلحة، اتفاق مع راب، اعطيني مدير لاعطيك مدير، يا بتعطيني من القوات او من التيار، اذا كان مسيحي مستقل انا وياك بنحاربه، اتفقوا على مصالح تقاسم المغانم، لما ما اعطى زعل منه قلب ليها وطنية، هو الشعار مش وطني، هو شعار وطني بالخارج بس بالمضمون اعطيني لاعطيك، اذا بتقرأ اتفاق مع راب او اتفاق مع مخيل لا زعلوا هلا من بعضه، انت وعدتني ما اعطيتني اعطيتك، يعني كله اخذ وعطى وتقاسم سلطه مصالح وتقاسم مصالح من ستي ديكتاتوريه لاعطين البلد، وانت على اساس بالاسم ديمقراطي بس هي ديمقتاتوري، يعني بالشكل ديمقراطي بالفعل ديكتاتوري، بسميه النظام اللبناني ديمقتاتوري، عرفت؟ عندك ستي ديكتاتوريه مش واحد، وهو كل ما بدك تحكي عن حدا منهم بيقول لك باسم الله وبامه بتقوم امه الله عليك، لانه اوعى تدق اللي بالزعيم. امبارح استاذ قليل بدي اتوقف معك عند تغريده للصحافي السعودي عبد العزيز الخميس بيقول فيها انه مشروع تقسيمي جديد يتم الاقناع بفعله محليا والتشاور حوله اقليميا ودوليا، المشروع اعاده تقسيم لبنان على طريقه سويسريه كانتونات محليه تتضمن 9 للمسيحيين و17 للمسلمين، الحكومه فيدراليه من دون وضوح قدراتها التمثيليه الدوليه. شوف بالفعل عم نسمعها كثير صرنا هذه بالفعل اليوم، إذا بدك بالجغرافيا أو بالديموغرافيا أو بالجيوبوليتيك لبنان مقصر، المسيحية معروفة وين مناطقهم، الإسلام مع الشيعة معروف وين مناطقهم، الدروز معروف وين مناطقهم، السنة يعني بدل في شوية فاين تيونينج بعدة مناطق. اليوم شو بينقص هذا النظام؟ أولا القوى السياسية بتقلك أنا مسيطر على كل البلد، نحن الستة متقاسمين ومنتفقين ومنعمل حكومات مع بعض ومنتخانق مع بعض ومنضحك على الناس مع بعض ومنشد عصب الناس مع بعض ومنضل نحن الستة موجودين، هاو الستة طالما بعد في مصاري وعنزة حلوب بالدولة ما لهم مصلحة يروحوا على الفيدرالية، إذا بدي سميها فيدرالية أو على الكونتوني، لأنه بعده عم يأكل من الصندوق المركزي للدولة، لأنه في مناطق بالفيدرالية حتكون مداخلها أقل من مناطق أخرى، بينما إذا بدنا نروح بالفعل اللي هو بالعرف، لأنه بلبنان بيكون في قوانين بتمنع أشياء معينة بالممارسة بالعرف، الموتور صار شرعي وصار هو وزارة الكهرباء بتسعر لك يا معنى كان ممنوع حدا يبيع كهرباء،
شو بيجي بعمل اذا انا جدي بهذا الموضوع كقوات لبنانيه او كتيار وطني حر او كحركه امل او ك بيجي بلقط مناطق اللي انا موجوده فيها مثل ما عملنا بالحرب، بعمل نظفها من الزباله مثل النداء اللي اطلقته هذيك المره، بترقى جوني بعد زباله، جوني اليوم بالسياحه فقره ملياني، فرايا ملياني، فردبيان ملياني، جوني ملياني، كل ضياع على جوني ملياني، جبين ملياني، البترون الزباله على الترقى. طيب خليني نظف الزباله بمجالس خاصه، لم الناس بتدفع، اذا كل بيت قال له 10 دولار بلم لك زبالتك بيدفع، بلش بلم زبالتي، بلش اعمل انا امني الخاص، بلش ركب كاميرات، ممنوع ركب كاميرات بمناطق تواجد حزب الله، فاين ركب كاميرات عندي، بعمل انا شرطه لالي ضمن البلديه، مجالس خاصه شوي شوي، ما انا ما عم بنفصل عن الدوله بس عم بعمل مثل كيف هلا انا بركب طاقه شمسيه ومركب موتور، شوي شوي عم بنفصل عن الدوله. تعا يا حزب اذا انت جدي بطرح الفيدرالية، كنت تيار ولا قوات وا وا وا، عم نحكي عن مناطقنا، وبلش فرجيني شطارتك بالمناطق اللي نحن مسيطرين عليها ببلدياتها بجامعاتها بنقاباتها وبكل الجمعياتها، فرجيني شو انت عم تعمل، وبصير عارف مني ناطر انا اعلامي سعودي او اعلامي غربي، ما هو مطبق على الارض موجود. ايه يعني عندي بجزين معروف وين مناطق المسيحية، معروف وين مناطق الشيعة، نفس القضاء بتطلع عند الشيعة عند اخواننا الشيعة، عاداتهم وتقاليدهم حلوين ومرتبين وبنتقبلهم وبيتقبلونا وبينزلوا لعنا بيحترمونا عاداتنا وتقاليدنا وعايشين بجزين، بين اخر حدود بين جزين وفرحونا جبل الريحان في تعايش مشترك، وما حدا عم بيتعدى على الثاني، لا نحن عم نفرض عليهم عاداتنا وتقاليدنا ولا هن عم بيفرضوا علينا عاداتهم وتقاليدهم، واحلى جيري واحلى حياه، وعندنا بالمصنع اللي عاملينه فوق عم يشتغل كل من منطقه جزين، كنت ما بيسالوا اذا شيعي ولا سني ولا مسيحي، من المنطقه اهلا وسهلا اشتغل. سو موجوده بين الناس بكل يعني بلا ما يكون في جو تقسيم وحدود تخويف لا 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 عادي، بس نحن بجزين قدرت اتحاد البلديات مشكور عمل نظافه معينه، وعملت البلديه نشاط وجهود معينة للترويج للسياحة، قضاء جزين قضاء حلو، في أوتيلات في مطاعم في حياة حلوة، اللي بيحب يطلع أهلا وسهلا، قدرت البلدية بجهودها والجمعيات والفعاليات العائلية ينجحوا بهذا القصة حيث فشل الآخر. نرجع على بداية المقابلة وموضوعنا قصة البيانات الخليجية، قلت لي أنه أو بعض المصادر ذكرت أنه تأخرت البيان السعودي أنه يطلع لحتى كانوا عملوا تعداد لعدد الجالية السعودية تحديدا بلبنان، اليوم اللي ما التزموا بقرار منع السفر الى لبنان شو عم يجوا يعملوا يعني بلبنان تحديدا؟ في سعوديين وخليجيين، انا عندي ارقام بس ما بدي احكي لانه يعني هذا موضوع بخص سفرات، لو شو ما عملت بدو يجي على لبنان، بيحب لبنان اكثر ما نحن بنحبه للبنان، عندهم بيوت هون، عندهم قرايب هون، عنا أصحاب كويتية قطرية إماراتية سعودية، ما فيهم ما يجوا على لبنان مع أهلهم، مع بيعتبروا بلدهم، معودين على مطاعمنا، معودين على بحرنا، معودين على جبالنا، معودين على أسلوبنا بالحياة. هون عم الحكومات عم بتلاقي مشكلة، يعني بتبقى يقولوا أنت ممنوع تسافر على لبنان، شو بيعمل هو؟ بيطلع مثلا من السعودية لنقول على دبي، ولا بيروح على بلجيكا، ومن بلجيكا بيجي على لبنان. يعني في قاعدة، في قاعدة، بس طبعا هن بأمان وباستقرار، طبعا بأمان وباستقرار. بنرجع بنكرر انه القرار السعودي من بنى على هلأ خلل أمني مبارح وأمس، لأنه الجيش أظهر حسم بأدبل ما ملكته يديه من قدرات القائد جوزيف عون والعميل جوزيف عون وكل جندي بالجيش، بنرفع له تحية وقبعة على التضحيات الجمة اللي عم يعملها. يا ريت السياسيين بملايينهم وملياراتهم بيضحوا 1% اللي عم بيضحي اصغر جندي بالجيش مثل 40 دولار وب 30 دولار عم بيقبض، يعني ب 20 دولار 30 دولار عم بيحط حياته على كف عفريت، بوقت السياسيين سرقوا المليارات من عنا وما مستعدين يضحوا بدولار او بشيء لهذا. سو القرار انا بخليه بنطاقه الماكرو بما يمكن ان يحدث من تطورات متسارعه هاليومين
بالحدود السورية، التدخل، إعادة التدخل الأمريكي بهذا الشكل، وإرسال تحذيرات علنية لتركيا وروسيا، يعني لعبة واضحة ومكشوفة ما بقى عم تصير على التلفزيونات وبالبيانات، بقرارات أخذتها أمريكا بالتدخل وبإعادة التدخل للجن قوات معينة معادية لها، وطلب رسمي من روسيا وتركيا عدم التدخل تحت طائلة مواجهة عسكرية. في مخافة من ضربة إسرائيلية؟ أكيد كلنا مفتوحة، بس إنه إسرائيل شو إلها مصلحة تفوت بحرب إذا في حدا غيرها عم بحارب عنها. إسرائيل يعني الملفت بالموضوع إنه كل أعداء إسرائيل من العواصم العربية اللي بتعتبرهم إسرائيل أعداء، طبعا العدو الصهيوني الدول الإسرائيلي بيعتبرهم أعداءه، تم التخلص منهم دون أن تطلق إسرائيل رصاصة واحدة. تكفل النظام الإيراني بذلك. يعني اليوم العراق، إيران استندفتها من الحرب العراقية الإيرانية وتدخل إيراني، ليبيا، كل العواصم، مصر راحت على سلام، لم يعد هناك عاصمة عربية فعلا تهدد أمن إسرائيل. سو ما إلا مصلحة إسرائيل أن تدخل إلا إذا بدها شوي تضبط، مثل بتطلع بتضرب هون تضرب هون لدل أنك أنت انتبه يا حزب الله، خليك عم تلعب ضمن السقف المحدد لك. بس أنا ماني شايف أنه هناك أي خطر من حزب الله على إسرائيل، بالعكس حامي حدود. العدو الإسرائيلي اليوم هني حزب الله بجنوب يعني، وبرافو أني عملنا أمن يعني، كتر خير الله لم تعد تلك الحدود معبر ومنبر لهذا بده يطير بالطيارة، وهذا بده يرحل من هون، وهذا بده يفجر بإسرائيل ويعرض لبنان لمخاطر. يا ريت هلأ حزب الله مثل ما حامي حدودنا مع إسرائيل يحمي حدودنا وعلاقتنا مع الدول الخليجية، لأنه للأسف صار هلأ عم بيعرض علاقتنا مع دول الخليج وصداقاتنا عبر إرسال كان قوات. إن شاء الله هلأ مش الحال يعني، بعد الاتفاق الإيراني السعودي اللي هو يعني فينا نقول متعسر، أو اللي هو كان متوقع له أن يكون متعسر يعني، ما لأنه إيران ما حتعطيك شيء. دخول الأمريكاني ساهم بالتعسر؟ لا، من الأساس، النوايا من الأساس. ما تنسى اليوم سعودي له مصلحة كان يروح على هذا الاتفاق ليأمن حدوده مع نيوم ويأمن حدوده مع اليمن، حسب وجد أنه الهجمات اللي تعرضت لمنشآته النفطية بأرامكو وكذا لم يأخذ أي ضمانات أمريكية لحمايته من تلك الهجمات، واللي ردع تلك الهجمات خلته يطلع يعمل مفاوضات مباشرة مع الروس ومع الصين. الصين بتمون على إيران، وإيران ما حتزعل الصين لأنه إيران عندها مصالح بالعقوبات، الدولة الوحيدة اللي بتقدر تبعث لبضاعة ومنتجات، بيمون علي الصيني إلا تعطيني الصورة ونعمل اتفاق. الاتفاق صار على حدود اليمن ونيوم والأمن والاستقرار، أنه أنت يا سعودية. بس الملف العراقي السوري اللبناني موضوع آخر، أصلا الملف اللبناني ما كان داخل ضمن هيدي الاتفاقية اللي أخذته السعودية، في أخذته إيران بعدها مش أخذي. بس اليوم المواجهة مع إيران بالمنطقة لم تعد سعودية إيرانية، أصبحت أمريكية إيرانية. بدك تشوف اليوم الروسي والتركي قديش مستعد يتدخل ليحمي هذا النظام، أو قديش عنده القدرة أنه يتدخل، خاصة بسوريا الإيراني والروسي مش متفقين. طبعا الرهان على عودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية كان رهان خاطئ، واضح من الأساس أنه بشار الأسد بيعتبر لحماله ونظامه هو الإيراني والروسي، والدول الخليج كانت عم تزعزع له نظام يعني. روحتوا على الجامعة العربية والصورة والعناق الحار والكذا، كان واضح انه هذا ضحك عدونه ما يعطي نتيجة. ما بيقدر بشار الأسد لو بده يرجع على الجامعة العربية، ما بيقدر، لانه الروسي والإيراني محاوطوا كامشوا يعني من رقبته، مش هو اللي ماسك سوريا، هني ماسكينه وقايلين له مثل بالفرنسي سوابال اتتوا يعني، انه خليك ادمي وخليك بادبك. بنهي معك للاسف عم نحكي المواضيع بشكل مبسط، بس هذه الحقيقه وهذا الواقع. بنهي معك بموضوع الرئاسه اليوم معلقه اكيد الى اي مدى؟ الى تغيير النظام في لبنان صارت واضحه ابدا، لن يكون هناك رئيس، لانه لا في امكانيه خارجيه. شوف القوى الداخليه اللبنانيه قويه لدرجه انه هي ما بتخاف من دول الخارج قد ما بتخاف من بعضها. هاي من أيام الحرب اكتشفناها. أنا كان أكبر خصم وأشد خصم لي يخوفني كمقاتل أنا ذاك هو المقاتل اللبناني، كان يخوفني أكثر من الفلسطيني والسوري. السوري كنا نتحكى عليه شخصي يعني أنا، بس شو كنا نعمل؟ أنا لأستقوي على الشيعي بروح عند بدي أقول الدرزير عند السوري ليستقوي علي، كمان جملات الله يرحمه. أنا رحت عند الإسرائيلي لأستقوي على السوري، السني استقوى بالفلسطيني ليستقوى علي.
اكتشف ياسر عرفات مؤخرا انه السني ضحكوا عليه استعملوه ورطوه. اكتشف الاسرائيلي اللي احنا ضحكنا عليه، دربونا واعطونا سلاح ما مضينا لهم اتفاق سلام، قاموا علينا. واكتشف انه الدرزي ضحك عليه، مين اللي مشي معه صالح؟ الشيعي، مع انه كان جيش لبنان الجنوبي 4800 عنصر، 4000 شيعة و800 مسيحية كانوا ضباط، يعني ارتقى انه الشيعي قادر يحمي له حدوده واعطاه ترسيم الحدود البحريه، نفط وغاز والبدكه والباقي كله شعارات، مش هيك؟ اليوم الدول السعوديه اكتشفت انه السنه ضحكوا عليها، بيعتبروا انه خدوا مصاري، ومؤخرا اصحابنا ضحكوا عليها اعطوني مصاري ونحن فينا ونحن بدنا وربحونا الانتخابات شوفوا شو بنعمل، كلها وعود فارغه ما حدا عمل شيء. قال لك السعودي شو بدي بشام يعني، اتركوني ابرو بعض. الفرنساوي عم بيفوت لانه بده النفط والغاز، ما عارف انه كلهم عم يضحكوا عليه. سو ما بقى حدا قابض هالقوى السياسيه، كل واحد بده يعمل مصلحته. والقوى السياسيه طالما ما في اعجومه من مار شربل وجميع القديسين، غريب هالبلد، قديش في قديسين وقديش في شياطين، يعني انه بلد القديسين ولك قديش عندنا شياطين. اذا ما هني اتفقوا مع بعضهم لانتخاب رئيس، لا في قوى دوليه اليوم الى مصلحه ولا قوة داخلية إلى مصلحة. منين بده يجي الرئيس؟ قال له يتمجد اسم العذراء، منين بدها تفوت؟ ما زالك أنت هذا وجوزك بتعرفوا هذا، بتعرفوا هذا المثل مش عيب بلا ما نحكي على الهوى، بس الجيل القديم بيعرفوا. قال له يتمجد اسم العذراء، منين بدها تفوت؟ عند القاضي أميل لحوت كان الله يرحمه. فات واحد عم يشكي له إنه مرته بتخون وكذا، وهديك عم بيقول له وحياة العذراء، قال له مجد اسم العذراء منين بدها تفوت؟ ما زال انت كذا وجوزك على القافي. نحن القوى السياسية عندنا هيك. لأي شكل نظام رايحين؟ متالتي. الواقع على الأرض، مصالح الدول لما بتقول لك أنا بدي أخلي السوري الفلسطيني، أنت شو لك مصلحة؟ أنا شو لي مصلحة؟ أنا لأقول كقوات لبنانية، لأني أنا بعتبر خيي مصلحتي قوات لبنانية. خليني أروح على مناطق محل ما أنا موجود وأعمل نظام نموذجي شجع العالم تيجي تعيش عندي، قادر نلم زبالتي، نظف، أعمل كهرباء، جيب استثمارات، أعمل عندي بور، عندي مرفأ، عندي سياحة، عندي جبل، عندي اقتصاد، عندي صناعة، عندي رجال أعمل. قادر أنا إجي أحمي حالي وأمن بالعرف، يعني بلا ما يكون معلن رسميا، منطقة جغرافية خي أنا هذا، أنا هيك بدي أعيش هون، ما حدا يقرب صوبي وأنا قادر أحمي حالي. بالأشرفية عملت مع مجموعة، نزلوا حميوا الأشرفية، بطل في موتوسيكل يطلع يسترجي يتبهور على أولاد الأشرفية. كان بالأول موتوسيكلات طالعة نازلة، اليوم مين بيسترجي يطلع؟ بيطلع موتوسيكل بياكل قتل. يعني بدنا نوصل لهم، شو بدي أقول لك يعني؟ هذا الواقع، هذا الحياة. سو على القوات اللبنانية أن تبادر، أقله في مناطقها الموجودة فيها، أن تعمل إلى مناطق نموذجية وتاخذ بوش أكثر، طلع مول، خذ انت القوي، نحن فينا، نحن بدنا، حيث لا يجرؤ اخرون. شعارات والتيار كمان، التيار لحوب البترون عامل نموذج، وزير جبران باسيل عامل نموذج بالبترون، ضاها جبال وضاها كل المناطق سياحيا. البترون اليوم روح شوفها، كل اهل البترون ملاقيين شغل، واهل البترون عايشين، واهل البترون عم بيسترزقوا من بيع المنقوشه لبيع رغيف الخبز لفتح اوتيل لفتح مطعم، بتلاقي اهل البترون اليوم مبسوطين. طب هاي تجربة عملها الوزير جبران باسيل بجهود وبجهود رئيس البلدية يعطي ألف عافية مارسيلينو، بجهود الفعاليات البترون. شو اللي بيمنع انه بقية الضياء تعمل نفس تتعمم جبال؟ كانت هيك لما كان الله يوجه له الخير صديقنا زياد صوات، الله يسامحك يا زياد، كنت رئيس بلدية وصلت للعالمية، عمل نائب بالقوات زار رقم، وينه اليوم زياد حواط؟ اين زياد حواط اللي عمل جبال، اللي عمل من جبال مدينة نموذجية؟ وكان يسألنا شو رأيكم؟ لا خيي خليك رئيس بلدية، أنت صرت مستوى عالمي، عملت نجبان مدينة عالمية، وين نجبان اليوم؟ وين زياد حواف؟ رقم بالقوات ما في صوت إلا صوت، ما بتمشي هيك. رشيد جميل الله يرحمه كان كل الانتليجنسيا المسيحية معه، رفيق الحريري الله يرحمه كل الانتليجنسيا اللبنانية معه، كانت مسيحية ولا سنية ولا كانت معه، كان يجيب ناس أزكى منه. بشير جميل كل اللي حواليه كانوا أزكى منه، كل اللي حواليه. اليوم لا، فوق اذا بتحكي كلمه شوي ذكي بتصير بلاك ليست، بتصير عدو، بتصير خصم، بتصير بدنا نهاجمك وبدنا خيّن. للاسف.